بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من سلسلة دروس كتاب الأذكار للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله: باب الحث على طيب الكلام. باب الحث على طيب الكلام، أن تتكلم مع إخوانك، مع من حولك، أيا كان هذا الذي تتكلم معه، ينبغي أن تختار له أطايب الكلام كما تحب أنت أن يختار لك أطايب الكلام. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، مخاطبا بذلك نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل: ما وجه الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب؟ هو يقول: باب الحث على طيب الكلام، ثم بعد ذلك يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. ما علاقة خفض الجناح للمؤمنين بطيب الكلام؟ عندما نفهم معنى الآية ندرك وجه الربط بين طيب الكلام وبين خفض الجناح للمؤمنين. أول شيء: واخفض جناحك للمؤمنين، معنى هذه الآية، يعني فيها أكثر من قول، ولكن المعنى الذي يناسب الآن هذا المقام الذي نتحدث فيه الآن، معناها يعني كأن الله جل وعلا يخاطب نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول له: ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع له، يعني الله عز وجل يربي نبيه ويوجه نبيه إلى هذا الخلق العظيم، خلق التواضع. قال علماؤنا أحبابي، قالوا: ومن لازم التواضع طيب الكلام مع الآخرين. يعني عندنا هناك أمران، عندنا تواضع وعندنا كبر، وكل من التواضع وكل من الكبر له لازم شيء يلزمه أو يلزم منه أو ينتج عنه أو هو أثر من آثاره. فمن آثار التواضع طيب الكلام، من آثار التواضع طيب الكلام. لا يمكن أن يكون إنسان متواضع ثم بعد ذلك يصدر عنه كلام فاحش وبذيء. وعندنا التكبر، التكبر من ثماره وآثاره، آثار التكبر ومن علاماته كذلك الفحش والبذاءة بالكلام. فالمتكبر قلما يصدر عنه كلام طيب، وإنما لا يصدر عنه إلا كلام ظاهره العلو والاستعلاء والتعالي، فهو يؤذيك بكلامه لأن كلامه يدل على الاحتقار والازدراء وعلى استعلائه. أما المتواضع دائما كلامه مهما كان هذا الرجل عالما ومن علية القوم وكان له شأن في مجتمعه، فإذا ما كلمك تجده وكأنه يكلمك كند له أو كصديق له، فليس كند، كصديق وكأخ وربما كولد وربما كوالد، فهو يراعي ظرف المتحدث معه، هذا هو المتواضع. فلما قال الباري تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، فأنت الآن تخيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتواضع وما يصدر عن هذا التواضع من آثار عظيمة، منها طيب الكلام. إذا فهمنا الآن وجه الارتباط بهذه الآية وبعنوان الفقرة الباب. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة اتقوا النار. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا نفهم من هذا الكلام أنك بالكلمة الطيبة قد تتقي النار، يعني قد الباري جل وعلا يحميك من دخول النار بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة أنت لا تقيم لها وزنا. وجاء في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يزال، وفي رواية لا يلقي لها بالا، ما يكتلث، ما يعرفان قيمتها، لا يزال يكتب الله له بها من رضوانه إلى يوم القيامة. وفي بالمقابل كذلك حديث آخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. إذا المهم مولانا أنت أن تتكلم، ينبغي أن يكون دائما أحبابي، وهذا كلام أتوجه به، يعني أنصح به نفسي قبل أن أنصحكم، ينبغي أو قالوا العاقل لسانه من وراء قلبه، من وراء عقله. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني العاقل لا يتكلم قبل أن يتكلم، يجري الكلمة على عقله، فإن رآها خيرا أمضاها، وإن رآها سوءا أمسكها. فالكلمة الطيبة إذن قد تكون من ثمار الكلمة الطيبة، يعني عندما يأتيك إنسان فقير وأنت ما تملك ما تنفق عليه، فتقول: أسأل الله أن يغنيك من فضله، أسأل الله، هكذا تدعو له أنت. هذه الكلمة الطيبة قد تكون من نتائجها أن يقيك الله النار. ليه؟ لأنك أنت قادر على ماذا؟ على طرده وعلى سبه وعلى شتمه وعلى إهانته، ولكنك ماذا فعلت؟ آثرت الكلمة الطيبة. ليه؟ لأن الباري ماذا قال؟ أما السائلة فلا تنهر، فأنت امتثلت أمر الله عز وجل، وكذلك سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فأنت ممتثل لأمر الله وممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قد تكون هذه الكلمة لها وقع عظيم عند الله، فتنجيك من غضب الله عز وجل. إذا أحبابي، الكلمة الطيبة. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. طبعا الكلمة الطيبة لا تكون طيبة إلا إذا كانت صادقة، ما عندنا كلمة طيبة وفيها كذب. الكلمة الطيبة لا تكون مغموسة بالصدق، الكلمة الطيبة تكون مغموسة بالإخلاص، الكلمة الطيبة تكون مغموسة بالتواضع ومكارم الأخلاق. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس، كل مفصل من هذه المفاصل، كل سلامة من الناس عليه صدقة. أنت يجب عليك في كل يوم أن تخرج عن كل مفصل صدقة، وأنت لك تقريبا 360 مفصل، يعني لابد أن تخرج كل يوم 360 صدقة، هذا واجب عليك. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، فأنت ملزم مخاطب كل يوم ينبغي أن تخرج 360 صدقة ل 360 مفصل. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، إذا عدلت بين اثنين، جاء اثنان فتحاكما إليك فكنت عادلا بينهما، هذه صدقة عن مفصل من المفاصل. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، شوف إنسان مثلا عربيته واقفة بالطريق، السيارة تقوم بدفشها مثلا دون أن تؤذي نفسك، هذه صدقة. يحتاج مثلا راكب على بسكليت وقع منه شيء مثلا، سيأتي الآن. قال: أو يرفع له متاعه، وقع منه شيء هو على البسكليت، أو وقع في سيارة ماشية من قدامك وقع منها مثلا شيء مثلا، تقوم بأخذه واللحاق به وإعطائه له، هذه صدقات لا يفعلها إلا المتواضعون، لا يفعلها إلا. حدثني أحدهم مرة، قال لي أحد المصلين يعني في عند أحد الشيوخ، قال لي: مرة من المرات كنت الساعة 6:30 صباحا، السيارة عندي بالشتاء أعمل تشتغل، ما تشتغل العربية، تحتاج إلى إلى دفش، نعم، إلى من يدفعها من الخلف. قال: فإذا بالشيخ الذي كنت أبغضه تماما، من لا أحبه أبدا،
كنت أصلي وسلم عليهم كل شيء ولا يعلم أني أبغضهم. قال فإذا بالشيخ خرج من الجامع من المسجد ويلبس الجبة والعمامة فسلم علي وراني واقف محتاس يعني محتار، فقال لي خير ما بك؟ قال لي والله يا سيدنا العربية تحتاج إلى دفش. قال لي ما في مشكلة. فخلع الجبة وخلع العمامة وضعها في العربية، قال يلا اصعد أنت وأنا أقوم بدفشي. قال لي يا سيدنا ما بتستطيع عربيتي تستطيع؟ قال لي بالله إن شاء الله الله يعيننا. قال لي والله لسه ما وضع يده بالعربية المر والحمد لله مشيت. قال والله العظيم من يومها هو من أحب الناس إلى قلبي. أول شيء أنا كنت أبغضه صراحة، ما كنت أحبه للشيخ، كنت أراه متعجرفا متكبرا متعاليا، ولكن لما احتجت إليه رأيت منه من التواضع ما لم أره من جيراني. يعني مر أحد جيراني من أمامي ما ساعدني، هو لوحده خلع الجبة ووضع العمامة من فوق رأسه وقام بدفش العربية. انظر هذا هو التواضع. إذا حمل المتاع للآخرين، إعانة الآخرين، هذا لا يكون إلا من متواضع. أما المتكبر هو يرى الناس كلهم خدما له، أنتم ينبغي أن تخدموني، أما أنا لا أخدم أحدا، هذا متكبر. هذا الذي لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا ويعين الرجل في دب. نعم في سؤال. أسف مولانا، واحد إخوة هو يسأل رابطة إلى دخول الدرس، ولكن أنا أرسلته وقال لا يعمل. أي واحد يعرف ممكن أرسله إلى جروب الهداية؟ أرسل له الرابط كي يدخل للدرس. قال ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له متاع عليها متاعه صدقة. هذه كلها صدقات، وربما يغفل عن هذه الصدقات كثيرون من الناس. قال والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، يعني الكلمة الطيبة أحبابنا أنواع كثيرة لا حصر لها. الكلمة الطيبة أنواع كثيرة، منها الذكر. أنت عندما تذكر الله عز وجل أنت تأتي بكلمات طيبات، هذه صدقات. كذلك عندما تمر بإخوانك فتقول لهم السلام عليكم مع ابتسامة لطيفة، هذه كلمة طيبة. كذلك عندما يذكر أمامك رجل وأنت تعرف أن هذا الرجل من الصالحين فتقول ما شاء الله فلان والله إنه من الصالحين، إنه من أهل الله، ولا نزكي على الله أحد. هذه من الكلمات الطيبة التي هي تقوم مقام صدقة. ليه؟ لأن هذا الذكر وهذا السلام وهذا الثناء، هذا الثناء كله مما يجمع ويؤلف بين قلوب العباد. نعم. فإذا كل كلمة ينتج عنها أثر طيب في النفوس هي كلمة طيبة، فكذلك هي تقوم مقام صدقة. إذا انظر أنواع صدقات كثيرة جدا، ولكن لا يلتفت أحبابي إلى هذه الصدقات إلا السعيد، إلا من لاحظته عناية الله عز وجل، إلا من لاحظته عناية الله. المحروم من يحرم أمثال هذه الصدقات. قال بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق كذلك صدقة. تمشي أنت في الطريق تجد في الأرض مثلا قطعة زجاج برجلك، تفعل هكذا برجلك، الأمر لا يكلفك شيئا، فأنت تميط الأذى عن الطريق. بإذن الله تعالى إن كنت صادقا تنوي بهذا رفع الأذى عن الناس، تقول كي لا يتأذى بذلك مار، أو كي لا تتأذى بذلك دابة بهيمة، يكتب لك بذلك أجرا عظيما لا يعلمه إلا الله. إذن هذه صدقات ينبغي أن نتنبه للعمل بها. يقول الشيخ الإمام النووي رحمه الله قلت السلامة بضم السين وتخفيف اللام أحد مفاصل أعضاء الإنسان، يعني هذه كما قلت لكم هذه المفاصل، وجمعه سلاميات أو سلاميات بضم السين سلاميات وفتح الميم وتخفيف الياء،
وتقدم ضبطها في أول الكتاب، أن هذا الحديث مكرر معنا، هذا الحديث مكرر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الله. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نقف عند هذا الحديث. لا تحقرن، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد واحد لفرد من أفراد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لا تحقرن، لا تستصغرن، لا تستصغرن من المعروف شيئا. أول شيء، ما هو المعروف؟ المعروف هو كل خصلة، كل وصف، كل فعل، كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع، هذا هو المعروف. المعروف كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع المعروف الذي ربما يتساهل به كثير من الناس. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه طليق يعني منطلق بالسرور والانشراح، مبتسم هكذا، مبتسم هكذا. أنقل لكم الآن أحبابي كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حول هذا الحديث، حول ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الحديث: رد على كل عالم. انتبهوا أحبابنا لهذا الكلام، لأنني وإياكم نحتاج إليه صراحة. الحديث في الحديث: رد على كل عالم أو عابد عبس وجهه وقطب جبينه كأنه مستقذر للناس. تجده يلقى الناس هكذا، يفعل هكذا، إيه؟ يقول: ما شاء الله، فلان العلماء جلالي. لا، مو جلالي، فلان متكبر، فلان مستقذر للناس، فلان يحتقر الناس، هذا ليس جلاليا، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. تجده هكذا. وإذا جالس أبناء الدنيا انشرحت أساريره وتبسم وضحك، وبعد ذلك يقال: فلان الإمام، الأستاذ، الشيخ، المربي، الموجه. هذا كلام فارغ. إذن قال في هذا الحديث: رد على كل عالم أو عابد عبس وجهه وقطب جبينه كأنه مستقذر للناس أو غضبان عليهم أو منزه عنهم، ولا يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب، ولا في الخد حتى يصعر، ولا في الظهر حتى ينحني. ولا يا أحبابنا، أعرف أحدهم يمشي في الطريق هكذا مشية المتماوتين، فأنا خدعت به، فلما جالسته والله رأيت منه العجب. تجد بعض أدعياء التصوف يمشي في الطريق هكذا متماوتا يظهر للناس الخشوع والخضوع، وهو في الحقيقة ذئب من الذئاب أو ثعلب ماكر لبس للناس ثوب الضأن ليخدعهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن: ولا في الظهر حتى ينحني، ولا في الرقبة حتى تطأطأ، وإنما الورع في القلب. هذا كلام الإمام الغزالي، إنما الورع في القلب. أما الذي تلقاه ببشر، الكلام ما يزال الإمام الغزالي، ويلقاك، أما الذي العلماء يعني والعباد والزهاد وعامة الناس أو الدعاة إلى غير ذلك، وأما الذي تلقاه ببشر تبتسم له هكذا ويلقاك بعبوس،
يمن عليك بعلمه. والله يا أحبابنا أقول لكم، مرة من المرات ذهبت لزيارة علم من أعلام مصر. أنا قبل أن أذهب لزيارته يعني كنت يعني كان في قلبي رهبة كبيرة جدا. فلما دخلت لزيارته فإذا به يقوم، هو الشيخ الإمام، أنا أقول ليس الإمام، الإمام حسن الشافعي رحمه أحفظه الله تعالى وأمتعه الله بوافر العافية. هو رئيس مجمع اللغة العربية هنا في القاهرة. ذهبت لزيارته أكثر من مرة، بعد ذلك تكررت الزيارات أكثر من ذلك. فلما ذهبت لزيارة قام على قدميه واقفا هكذا وقال أهلا بالشيخ السوري، هو لا يعرفني، ومسكني من يدي هكذا وضمني إلى صدره وعانقني. الله أكبر، ما هذا التواضع، ما هذا اللقاء، هذا اللقاء المحمدي، هذا هو اللقاء، هذا لقاء من فهم منهج النبوة، هذا لقاء من فهم منهج النبوة تمام. وكانت كان اللقاء الأول معه سبحان الله ومن أجمل وأروع اللقاءات. كان يحدثني والله أحبابي كأنني ولد من أولاده، وكأنني تلميذ من تلامذته، وكأنني صاحب من أصحابه من شدة تواضعه حفظه الله تعالى وأمتعه الله بوافر من الصحة والعافية. فيقول الشيخ رحمه الله قال وأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعلمه لا أكثر الله في المسلمين مثله، ولو كان الله يرضى بذلك ما قال لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فلذلك أحبابي أنا أحببت أن أذكر لكم هذا الكلام، أنقله عن الإمام الغزالي، لأن فيه خيرا كثيرا لكم ولي. فلنعامل الناس أحبابي، لنعامل الناس بلطف وخفض للجناح كما كان يعامل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القاصي والداني، لا يفرق، كان يعامل الجميع بتواضع وحب ولطف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. شيخي بعد جنابكم في اي كتاب الامام الغزالي هذا الكلام؟ والله ندونه ان شاء الله ما لحقنا كلنا. والله انا لا اذكر بالضبط، ولكن غالبا والله تعالى اعلم انا لا اذكر بالضبط اين ذكره الشيخ. انا هنا كاتبه عندي من زمن، يعني كاتبه على الكتاب عندي، بس والله اعلم اني نقلت هذا الكلام، انا والله اعلم انني نقلت هذا الكلام صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله من كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير. أظنني نقلت هذا الكلام من كتاب فيض القدير للشيخ المناوي رحمه الله تعالى شرح الجامع الصغير، هكذا فيما أذكر يعني والله أعلم. يعني هو نقله عن الإمام الغزالي، قال باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. باب استحباب بيان الكلام، أنت عندما تتكلم ينبغي أن يكون كلامك واضحا بينا كي يفهم. وهنا إشارة بين قوسين، بعض الناس تجده يتكلم بكلام فصيح وبلسان طلق ذلق بين واضح ما شاء الله، فيقول لك يتكلم بكلام واضح، فإذا ما جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك وقال رسول صلى الله عليه وسلم، وقال رسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا كنت تتكلم بكلام واضح بين؟ فلما جاء ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت الكلمات في بعضها وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعني كلمة صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلل، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل على العكس، أنت عندما تكون تتكلم ويأتي ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبغي أن تترنم بالصلاة عليه، بل ينبغي أن تكون الصلاة مفصلة واضحة، تقول هكذا
صلى الله عليه وآله وسلم وتتلذذ وكأنك تأكل طعاما طيبا بالصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: روينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما فصلا يفهمه كل سامع. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا. قال بعض العلماء: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، يعني فاصلا بين الحق والباطل، فاصلا بين الحق والباطل، أو مفصولا، بمعنى أنه محفوظ عن الباطل، فليس في كلامه عليه الصلاة والسلام باطل أصلا. هذا أحد المعاني لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلاما فصلا. وقال آخرون: لا، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، أي مفصولا بين أجزائه، كان مفصولا بين أجزائه، وكان واضحا. ولعل هذا هو المراد، لأن الشيخ رحمه الله قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب، وأورد لنا حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. إذا ما كان عنده كلام هكذا يدخل بعضه ببعض، كل 10 كلمات بفم يخرجها هكذا دون أن يفهم الناس كلامه، لا. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وذكرنا فسرنا هذا الحديث سابقا، فتكلمنا عنه بشكل كامل، يعني ما في حاجة أن نعاد الكلام. أعادها 3 حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم 3، والله تعالى أعلم. قال: باب المزاح. هذا باب هام جدا، باب المزاح. والآن أريد من حضراتكم يعني إصغاء السمع والانتباه لهذا الباب. أول شيء، المزاح أحبابنا لغة هو المداعبة. المزاح في أصل اللغة المداعبة. أما المزاح عرفا في عرف العلماء، في عرف الأدباء، في عرف أصحاب الأخلاق إلى آخر ذلك، المزاح هو المباسطة للغير على وجه التلطف، هو المباسطة، يعني التواضع هو المباسطة للغير على وجه التلطف والاستعطاف دون أذية. المباسطة للغير على وجه إيش؟ التلطف والاستعطاف دون أذية، دون أن تؤذيه. إذن الشرط في المزاح أن يكون إيش؟ ملاطفة، وأن لا ينتج عنه أذية، هذا شرط أساسي. نأتي الآن للأحاديث، ونقف عندها إن شاء الله حديثا حديثا. قال: وروينا في صحيح أو صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخيه الصغير، يقول لأخيه يعني لأخي أنس، وهذا الحديث مر معنا، وذكرنا لكم قصة الإمام الشافعي مع الإمام أحمد لما نام عنده واستنبط من هذا الحديث أكثر من 100 حكم أو 70 حكم. كان يقول لأخيه الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وقلنا النغير هو اسم عصفور صغير كان يلعب به أخوه لأنس ومات،
فانظر هذا مداعبة النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يداعب الأطفال، وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. من منا ليس له أذنا؟ يا صاحب الأذنين، هذا من باب المزاح، المزاح اللطيف الذي لا أذى فيه، ملاطفة. قال الترمذي: حديث صحيح. قال: وروينا في كتابيهما، روينا في كتابيهما في كتاب أبي داود والترمذي أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. إيش يعني احملني؟ يعني أعطني دابة حمولة قادرة على أن تحملني فأركب عليها. احملني أي أعطي دابة أركبها. فقال: سيدي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني حاملك على ولد الناقة، إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ المتعارف أحبابي في زمان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وفي زمان أيضا أن ولد الناقة يستعمل فيما هو صغير، حديث الولادة، هذا ما يستطيع أن يحمل نفسه فكيف يحمل غيره؟ فاستغرب وتعجب فقال له: وما أصنع يا رسول الله بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فالإبل هذه الكبيرة ما هي؟ هي ولد الناقة. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا من يعني من عظيم لطف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتأمل الحديث الثاني الآن هذا. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. إذن هم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمزح معهم ويتباسط لهم مع اللطف والملاطفة، فقالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، نعم أداعبكم ولكنني لا أقول إلا الصدق. فلما قال لأنس: يا ذا الأذنين، فكان صادقا في ذلك. قال: أحمل حاملك على ولد الناقة، فهو صادق بذلك. لذلك أحبابي هنا لابد من وقفة نعرض فيها لأقوال العلماء في هذا الباب الهام جدا، هام للعامة والخاصة، هام للعامة والخاصة. قال العلماء: لا بأس بالمزاح، كي نفهم الآن حكم المزاح ما هو، ما حكمه. قال العلماء: لا بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق وتحرى الصدق فيما يقوله وابتعد عن الكلام الفاحش. فهذا النوع من المزاح ما حكمه؟ لا بأس به أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني أحبابي، قال العلماء أيضا: شرط جواز المزاح، يشترط لكي يكون المزاح جائزا سواء كان المزاح قولا أو فعلا، يكون المزاح كذلك بالفعل، يكون صديقك واقفا تأتي أنت مثلا فتقوم بلمسه من الخلف بلطف وهدوء، إيه نعم، أو يكون أمامك مثلا، وهذا بعض شيوخنا كان كثيرا ما يفعله، يكون واقفا أمامنا ويفعل هكذا بإصبعه أمام أنف هكذا من باب الدعابة، أو يكون يقف أمامك يقوم بنخسنا هكذا نخس خفيف غير مؤذي، هذا من الملاطفة. إذا يشترط لجواز المزح المزاح سواء كان المزاح قولا أو فعلا ألا يكون فيه كذب، هذا أول شيء، وألا يكون فيه ترويع لمسلم،
فإذا كان فيه ترويع تخويف لمسلم فهو حرام. النبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كل مرعب في النار، كل مرعب في النار. إذن حتى يكون المزاح جائزا لا بد أن يخلو من الكذب وأن يخلو من ترويع المسلم. نعم. على الرغم من ذلك جمهور العلماء على أن المزاح مباح أو جائز، ولكن بعض العلماء قال لا يا أخي، كرهوا المزاح وقالوا المزاح مكروه. لذلك قال سعيد بن العاص قال: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، لا تمازح أولئك الأشخاص الذين هم من علية القوم فيحقدون عليك، ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك. إذن انظر، كأنه قيد المزاح هنا بمن هو برتبتك فقط، من هو برتبتك مازحه، فيكون هذا المزح قليل جدا 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 حتى يكون كأنه إيش؟ غير موجود. وقالوا كذلك: لكل شيء بداية. قالوا: وبداية العداوة المزاح. لذلك عندنا في الشام يقولون: بالأمزاح تشتفي الأرواح. أنا أريد أن أشتمك، أن أهينك، أن أزعجك، أن أغضبك، أفعل كل شيء وأقول لك أنا أمزح. نقول: لا، هذا لا يجوز. قلنا: شرط جواز المزاح أن يخلو من الكذب وترويع المسلم. فإحزان المسلم نوع من أنواع الترويع، إغضاب المسلم، إزعاج كذلك ما ذكرنا تعريف المزاح أن يخلو من الأذية، من أذية المسلم. هذا هو المزاح اللطيف المقبول. إنام. على كل أحبابنا، المعتمد أن المنهي عنه هو الإفراط في المزاح والمداومة عليه، كما نص على ذلك كثير من الأئمة الأعلام، منهم كذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك. انظر لهذه الوصية، لا تماري من المماراة وهي المخاصمة، يعني لا تخاصم أخاك. كيف لا أخاصم أخي؟ يعني إياك أن تتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى حصول المخاصمة بينك وبين إخوانك، هذا معنى لا تماري أخاك، يعني لا تتعاطى الأسباب التي تجرك إلى مخاصمة إخوانك. فإن تعاطى غيرك معك أسباب المخاصمة فغض الطرف قدر الإمكان. إن تعاطى غيرك أسباب المخاصمة معك، أنت عندك مكارم أخلاق، أنت كإنسان مسلم مقتد برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عندك أدب، فتغض الطرف قدر المستطاع. إذا لا تماري أخاك ولا تمازحه، هذه وصية. ولا تعده موعدا فتخلفه، هذه الأمور الثلاثة تورث في القلوب البغضاء والشحناء والمقاطعة. شيء آخر، يأتي المراء بمعنى الجدال، يأتي المراء بمعنى الجدال، ولكن المراد هنا بالمماراة لا تماري أخاك، يعني أصلا المخاصمة متى تأتي؟ تأتي المخاصمة بعد الجدال وبعد القيل والقال وبعد الأخذ والرد إلى غير ذلك، تأتي هذه المخاصمة. فإذا نحن منهيون عن هذه الأمور الثلاثة: المماراة والممازحة، وأن تعد أخاك موعدا فتخلفه، لا ينبغي أن يكون ذلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرباب العقول، لأرباب الذوق السليم، لأصحاب الخلق القويم. فمن كان على خلق قويم وذوق سليم وعقل راجح فليتقيد وليمتثل هذه الوصية أو هذه الوصية. قال العلماء:
المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في المهمات، في مهمات الدين. وتجد بعض الناس سبحان الله يجلسون ساعات طويلة في لعب ولهو ومزاح، فربما يشغلون عن الصلاة. وبعض طلاب العلم للأسف يقعون في هذه المصيدة، مصيدة المزاح. فليحذر طلاب العلم والعلماء والدعاة من هذا الأمر. فالمزاح أحبابنا هو كالملح، الملح إن أكثرت منه أفسد الطعام، وإن حذفته من الطعام كذلك تفسده. فهو تحتاج إليه في حياتك إلى مقدار يسير، تحتاج إلى المزاح في حياتك إلى مقدار يسير يتناسب مع الطعام، يتناسب لا إفراط ولا تفريط. قال ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء إذا أفرطنا في المزاح، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار إذا كنت أنت ذا مكانة وذا مرتبة، كما مر معنا قبل قليل عن سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع أو لا منع منه قطعا، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، وبالله التوفيق. أحبابي أنا أنصحكم الاعتناء، أنصحكم بالاعتناء بهذا الباب، باب المزاح، يعني يقفوا عنده وقفات طويلة كي لا تقع في هذه المصيدة. ها المزاح إنما هو من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، الإكثار منه مفسد، الإقلال فيه مصلحة، الإقلال منه فيه مصلحة. قال باب الشفاعة: اعلم أنه تستحب الشفاعة. أول شيء، ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول شخص، التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة دينية أو دنيوية، دينية أخروية أو دنيوية، أو إلى خلاص من مضرة، أو إلى خلاص من مضرة. إذن الشفاعة هي التوسط بالقول، التوسط بالقول في وصول أو من أجل وصول شخص إلى منفعة دنيوية أو دينية، أو من أجل رفع مضرة وأذى عن الشخص. هذه هي الشفاعة، هذه هي الشفاعة. قال اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر، يعني أنت تربطك علاقة قوية مع الأمير، مع رئيس البلاد، مع الخليفة. فوقع ظلم على زيد من الناس وجاء إليك فقال لك: يا أستاذ، أنا والله وقع علي ظلم من أحد العظماء، من أحد الأمراء، من أحد الولاة، ولا يرفع عني الظلم هذا إلا الأمير، السلطان، الحاكم، وأنت على صلة به. يستحب لك أن تأخذ بيده إلى السلطان لترفع الظلم عنه، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت قادر عليه، وأنت قادر عليه، ولكن دون أن تأخذ مقابل، دون أن تأخذ مال أو هدية، هذه تصبح إيش؟ رشوة، حرام. تأخذ أنت هذا المال بغير حق، هذا مال باطل. قال اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها، ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر
على طفل، على طفل اليتيم القاضي جعل عليه ناظرا يراعي أموره يعني، أو مجنون جعل القاضي ناظرا يرعى أمورا على مجنون أموره، أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته. يعني القاضي عين شخصا لرعاية حقوق هذا المجنون وقال له تلازمه من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 مساء، فصار هذا الإنسان يلازمه من الساعة 10 مثلا صباحا قصر بساعتين إلى الساعة 5 مساء، كذلك حذف 3 ساعات من الدوام المسائي. ثم كشف أمره فأراد القاضي أن يعاقبه، فتأتي أنت وتشفع له، لا يجوز، هذه الشفاعة غير جائزة. ليه؟ لأن هذا يستحق ماذا؟ العقاب. قصر في حق لزمه، قصر في أداء حق لزمه. قال فهذه شفاعة محرمة تحرم على الشافع وتحرم على المشفوع إليه قبولها، كذلك يحرم على القاضي أن يقبلها. ويحرم أن بعض الناس يمثلون يقولون نحن لا نقبل وساطة. مرة أحد المشايخ قال أنا لا أقبل وساطة من أحد. جاء أحد الطلاب يا أستاذ أنا أريد أن أفعل كذا وكذا، وتوسط له عنده يعني رجل بسيط فرفض، قال يا أخي أنا ما أقبل وساطة، أنا كذا 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 إلى آخره. فأقسم لي وأنا رأيت هذا أن شخصا آخر أراد منه نفس الأمر وأحضر وساطة، ولكن الوساطة كانت من؟ ضابط بالأمن. فقال له تحت أمرك يا سيدنا، أنتم تأمرون أمركم على العين والرأس، ونفذ له ما يريد. طيب أين أنت تقول لا وساطة؟ ترفض وساطة الضعفاء، ولا بد أن يأتيك إنسان من فوق هكذا من فوق. هذا لا يجوز، هذا تمثيل على الناس، هذا كذب على الناس. إما أن تكون صادقا بوجه واحد أو لا تكون، إما أن تكون صادقا بوجه واحد. لذلك أنا أحبابي دائما أقول لكم، أنصح نفسي كذلك، إياك أن تكون لك عندك أقنعة، إياك أن تلبس أوجه متعددة، إياك أن تبيع نفسك لغير الله، إياك أن تكون موظفا عند غير الله، إياك أن تكون عبدا لغير الله. أنت عبد لله وبعت نفسك مرة لله وأنت موظف عند الله، انتهى. غير قابل أن أتوظف عند شخص آخر وغير قابل للبيع لأني مباع، انتهى لله عز وجل، وغير قابل أن يكون لي سيد غير الله عز وجل، انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هنا أحبابنا يعني لا بأس أن نقول أن العلماء قالوا الشفاعة قسمان، حسنة وسيئة. أما الحسنة فهي أن يشفع الشفيع كما قلنا قبل قليل لرفع ضرر أو رفع مظلمة عن مظلوم أو جبر منفعة إلى من يستحقها، فهذه الشفاعة حسنة وصاحبها مأجور بل هي مرغوب فيها. ليه؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر. أما الشفاعة السيئة فهي أن تشفع في إسقاط حد بعد بلوغ هذا الحد إلى سلطان أو إلى القاضي، وكذلك أن تشفع في هضم حق وفي تأييد مظلوم في تأييد ظالم على مظلوم، هذه شفاعة سيئة وهي محذر منها بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالشفاعة السيئة إثم وعدوان وأنت منهي عن ذلك. إذن قال
قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال المقيت: المقتدر والمقدر، هذا قول أهل اللغة، وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت الحفيظ، وقيل المقيت الذي عليه قوت كل دابة ورزقها. وقال الكلبي: المقيت المجازي بالحسنة والسيئة. وقيل المقيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ. وأما الكفل، ما قال: من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال: وأما الكفل فهو الحظ والنصيب، ولكن غالبا يستعمل في الشرور، غالبا يستعمل في الشرور. قال: أما الشفاعة المذكورة في الآية فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة، وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض. وقيل الشفاعة الحسنة، أن يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار. قيل الشفاعة الحسنة هي أن تضيف إلى إيمانك أمرا حسنا، وهو أن تقاتل الكفار. هذا معنى إيش؟ أن يشفع، يعني أن يصير إيمانه شفعا، كان واحدا مفردا فأضاف إليه قتال الكفار، فقال هذا المراد إيش؟ من يشفع شفاعة حسنة، هكذا قال بعض العلماء. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا. إيش يعني اشفعوا؟ أي ساعدوا أخاكم، ساعدوا أخاكم في قضاء حاجته. نعم، اشفعوا تؤجروا، يعني يثيبكم الله عز وجل على هذه الشفاعة وإن لم تقبل منكم، تثابون عليها وإن لم تقبل هذه الشفاعة. ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء، وفي رواية أبي داود: اشفعوا إلي لتؤجروا، يعني كونوا وسطاء خير، كونوا وسطاء خير للنبي عليه الصلاة والسلام، ليقضي النبي عليه الصلاة والسلام حوائج إخوانكم عن طريقكم، ليقضي النبي حوائج إخوانكم بسببكم، فيكون لكم في ذلك أجر ماذا؟ أجر قضاء الحوائج. قال: اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه. وكان زوجها يحبها حبا شديدا، وهي تبغضه بغضا شديدا. فلما هي كانت أمة، فلما اعتقت اختارت نفسها وطلقها زوجها، وهام في الشوارع من شدة حبه لها وشوقه لها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لبريرة: لو أنك راجعتيه مسكين حرام. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع، أنا شفيع، أما لا أمرك. انظر لأدبها كذلك: لو كنت تأمرني أرجعه. قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، ومر معنا هذا الحديث سابقا. وكان من النفر، يعني كان الحر ابن قيس ابن قيس من النفر الذين يدنيهم يقربهم عمر رضي الله عنه. فقال عيينة: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة. قلنا هناك المراد بالجزل إيش؟ العطاء الكثير. ما تعطينا العطاء الكثير، وإنما تعطينا قليلا من مال الله. وقلنا هذا الكلام فيه اتهام للفاروق بالظلم والسرقة و يعني هضم حقوق الناس.
فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. وهذا الحديث يعني شرحناه شرحا وافيا فيما مضى، فلا حاجة لإعادته. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.